السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. الحلقة النهاردة هقولك فيها 5 حاجات لو قدرت تعملهم كل الناس هتحبك، من غير ما تتكلف، من غير ما ترسم شخصية غير شخصيتك الحقيقية. بمنتهى البساطة، لو استخدمت 5 حاجات اللي هقولك عليهم النهاردة وطبقتهم في حياتك هتشوف الروعة. ناس بتقول لي والله أنا كل ما أدخل مكان الناس اللي فيه كرهاني، كل ما ادخل مكان مش عارف اتواصل مع الناس بشكل جيد، حاسس ان انا مرفوض. كل الكلام ده هتتخلص منه لو طبقت 5 اشياء اللي هقولك عنهم النهاردة. لو مستعد تابع معايا الحلقة للاخر. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة رائعة جدا. هتكلم في 5 أشياء أساسية لو استخدمتهم في حياتك حرفيا هتخلي كل الناس تحبك وتتعلق بيك. أول نقطة في 5 نقاط هي إنك لا تقلل من قيمة أحد، حتى لو كان الشخص اللي قدامك بسيط، الشخص اللي قدامك معاه حاجة بسيطة بيفرجك عليها، الشخص اللي قدامك قال كلمات بسيطة، الشخص اللي قدامك طرح أفكار بسيطة، الشخص اللي قدامك في معيشة بسيطة، في بيئة بسيطة، حياته بسيطة، اوعى تقلل من قيمة احد. دايما اعطي للناس قيمة حقيقية. لو انت حاسس ان هي قليلة بالنسبة لمستواك، لو حاسس ان هي قليلة بالنسبة لافكارك، حاسس ان هي قليلة بالنسبة لامكانياتك وبالنسبة لاحتياجاتك، مفيش مشكلة انك تدعمه، مفيش مشكلة انك تحسسه ان له وجود، مفيش مشكلة انك تحسسه بالقيمة اللي هو يمتلكها. ممكن القيمة البسيطة اللي انت بتظن ان هي بسيطة عندك انت ممكن تكون عنده قيمة كبيرة جدا. فممكن تقول كلمة سلبية على حاجة الشخص ده بيفرجك عليها، مثلا قميص جديد، فقلت له لا 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 مش حلو يا عم، ده سعره رخيص جدا يا عم، ده مش هيليق عليك. ممكن القيمة البسيطة اللي انت شايفها بسيطة دي تكون عنده حاجة كبيرة جدا ومبسوط جدا وجاي يقول لك وهو في قمة سعادته ايه رأيك في القميص، فتقوم تحرجه وتقلل من قيمة الشيء اللي معاه. اكتر حاجة بتخلي الشخص اللي قدامك فعليا حرفيا يبعد عنك ويكرهك هي انك تقلل من قيمة الاشياء المرتفع عنده والبسيطة عندك. فاوعى تقلل من قيمة شيء، وخليك متواضع في اي مكان تحت اي ظروف. مفيش مشكلة يا عم انك تدعمه بكلمة، تدعمه بفكرة، تدعمه يعني بابتسامة، ما تقللش من قيمة حد. ودي كانت النقطة الاولى. النقطة التانية، لازم علشان الناس تحبك تحب انت اولا نفسك. لازم انعكاسك الداخلي ينعكس على الناس بحب. لازم اولا تعترف بذاتك وتحبها، تقول أنا بحب نفسي. الشخص اللي بيحب نفسه بيلبس أحسن الملابس بالنسبة لنفسه، بيهتم بنظافته الشخصية، بيهتم بمظهره، بيهتم بثقافته، بيهتم بأفكاره، بيهتم بإمكانياته، بيطور من نفسه بشكل مستمر، بيقرأ في أشياء عامة. القراءة بشكل عام بتطور ذهنك على الممارسة الجيدة في التطور في الحياة. فكل ما تحب نفسك، كل ما تعطيها من خير، كل ما ده ينعكس على الآخرين فبيحسوا ان انت ذو قيمة فبيقربوا منك فبيحبوك. حتى لو كانوا بداخلهم بيكرهوك ما يقدروش يعملوا فعليا وحرفيا معاملة سيئة معاك، لان انت شخص متزن، شخص واثق من نفسك، فمستحيل انه يعاملك معاملة سيئة بالخارج حتى لو كانت نواياهم الدفينة سيئة بالنسبة ليك. لو حاولوا يعاملوك معاملة سيئة هيكونوا شايفين الواقع ان انت صورة رائعة مش هيقدروا يقللوا منها. لكن لو انت شايف ان انت قليل وانعكاسك سلبي فبالتالي هينعكس ده على الاخرين. فطور من نفسك وحب نفسك، هتلاقي كل الناس من حواليك بيحبوك. النقطة الثالثة، ودي خطيرة جدا، حرفيا خطيرة جدا، وركز في الكلام اللي انا هقوله ده. لو شفت اشياء وثغرات بسيطة عند الاخرين، اخطاء بسيطة او اخطاء كبيرة فيها احراج بالنسبة للشخص، حاول يعني تغمى عينيك عنها. لو شفت واحد غلط في كلمة ما تركزلوش قوي على الكلمة، ايه قلت ايه، علشان تمسك له عليها ذلة وتبدأ تحرجه قدام الناس، دي هتقلل من قيمتك اولا فالناس هتكرهك. ممكن تكون بتنصح ولكن بتنصح في العلن فكده فضيحة. فلما تيجي تنصح تاخد الشخص على جنب وتنصحه بالتي هي احسن. ما ينفعش تقوله كلام سلبي في شخصيته. ممكن تقوله السلبيات وبعد كده تقوله الايجابيات، ولكن تخلي السلبيات مش باسلوب الحكم المباشر، انت سيء في كذا وانت عملت كذا بشكل كذا. تخلص من ده
واكيد انت بتكتشف حاجات الشخص بيعملها بشكل سلبي وبتبدأ تسلخه وتجلده. طب ليه؟ حاول تعديها، لان كل ما تكون واثق من نفسك هتعدي الاشياء البسيطة للاخرين. حط نفسك مكانه، قول كده يا ترى لو انا مكانه ومسكت له الشيء ده وبدأت اركز عليه واعمل فوكس، هل انا هكون حابب ده ولا لا؟ لو فعليا مش حابب ده ومش حابب ان حد يعمل معاك ده فالستر حلو. فاوعى تتكلم عن الشخص الاخر او عن اشياء اخطأ فيها بشكل سلبي امام الاخرين او حتى ما بينك وما بينه، ما تقللش منه، عدي يا عم وفوت. زي ما انت تحب برضو ان الناس اللي حواليك يعدوا لك الاشياء الخاطئة اللي انت بتعملها، اشياء بسيطة، شخص حط حاجة مكان حاجة، ايه يا عم اللي بتعمله ده، ما ينفعش تعمل كده، المفروض تعمل كده. لا، مش بالطريقة ديت، باسلوب مهذب وببساطة من غير ما تحرجه. ممكن تعديها يا عم، ممكن تروح تشيلها وتحطها من غير ما تقوله بعد كده بقوله كنت حاطط الكوباية بشكل خاطئ فانا عدلتها، فحاول المرة الجاية انك ما تحطهاش بالطريقة ديت. اسلوب بسيط جدا وسهل جدا. عايز كل الناس تحبك، حاول تسمع لمشاكلهم، تسمع جيدا. كل ما تسمع للشخص اللي قدامك كل ما يحس ان انت مهتم بيه، كل ما يحس ان انت مهتم بيه كل ما يقرب ليك اكتر، ويجي يحكي لك عن مشاكله، ويجي يحكي لك عن الاشياء الرائعة اللي بيعملها في حياته، فهيكون دايما محب ليك ومحب للخير ليك. فدايما اسمع للاخرين، اديهم فرصة من الاستماع. ما تسمعش علشان ترد، اسمع علشان تفهم، اسمع علشان تشعر بالطرف الاخر. كل ما تشعر بيه وتعيش مشاكله وتعيش احزانه وتقول وتطبطب عليه هنا وتسمع للكلمة الجيدة اللي هو بيقولها والكلمة السيئة تعدلها له، هتكون شخص ناضج وسوي وجدانيا، وهتلاقي كل الناس بتقرب منك وبتحبك. فركز في الاربع نقاط دول. والنقطة الخامسة وهي الخاتمة، ودي مهمة جدا جدا جدا، علشان تخلي الناس تحبك حرفيا لازم تخلي الله سبحانه وتعالى يرضى عنك ويحبك. ولو ربنا سبحانه وتعالى حبك هيحبب فيك كل عباده وغصب عنهم. مدام ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وراضي عنك هيحبب كل الناس فيك، وربنا يحبب فيك خلقه. فضروري جدا ان علاقتك ما بينك وما بين ربنا تبنيها، وتكون عارف اسس سليمة وقيم سليمة تتعامل بيها مع نفسك ما بينك وما بين الله. هتلاقي حب الله سبحانه وتعالى بينعكس على الناس، هتلاقي الناس بتحبك بلا داعي وبلا سبب. هتقولي الناس دي بتحبني على ايه؟ انا ما فيش حاجة حلوة. لا، فيك حاجة حلوة، انك فعلا معترف بقيمة الله بداخلك، فخليها دائما في قلبك واوعى تحايد عنها. ودايما يا صديقي حب الخير للناس، كل الناس هتحبك. عايز كل الناس تحبك، حب نفسك اولا. القاكم في حلقة قادمة. عجبتك الحلقة اوعى تنسى تشاركها عشان يعم الخير على الجميع وكل الناس تحبك. سلام عليكم.